استقبل صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله في قاعده الاسخير الجويه اليوم سمو الشيخ سرور بن محمد ال نهيان والوفد المرافق حيث قاموا بتقديم واجب العزاء في وفاه فقيد الوطن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رحمه الله. وقد اعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله عن خالص شكره وتقديره لسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والوفد المرافق على مشاعرهم النبيله في هذا المصاب داعيا الله ان يتغمد فقيد الوطن بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته